من الخرطوم معنا السيد اللواء كمال إسماعيل رئيس حزب التخالف الوطني. سيدي، هل أفق سياسي وارد الحدوث في ظل هذه الأزمة؟ وهل للأحزاب الآن دور فيما هو قادم داخل السودان أم أن الأمر عسكري بامتياز؟ شكرا جزيلا لنقودي في جدا وتحية لكل المشاهدين في القناة وكذا. نحن في السودان في أزمة حقيقية. أزمة حقيقية تماما. الإشكال بتاعنا كله موجود، إشكال سياسي. هذا الإشكال السياسي لا يمكن الحل عبر الطيران والطيارات. الإشكال السياسي يحل عبر التفاوض نسمي جهود كل الناس اللي دعوا لوقف إطلاق النار. هذا وقف إطلاق النار يعقبه قبالي أنه الناس تمشي لحوار عشان يحل القضايا السياسية. ما الآن السودان يعني إشكال حقيقي لكل الأطراف. المواطن السوداني ليس له جنب في ما يحصل. الفيلم الغاطسين هم أساسا في الموضوع. لابد أن تقف وقف إطلاق النار فورا. وهل في وقف إطلاق النار هل هناك فرصة؟ قضية ما قضية، قضية ما قضية عسكرية، هذه قضية سياسية. سيدي، ولكنها تحولت إلى اشتباك عسكري. نعم أنا معك تحولت كده، لكن هذه القضية ليست قضية عسكرية، هذه قضية سياسية. هذا هو تحليل لازم يكون سياسي. نعم سيدي سيدي اللواء، ولكن الموقف الآن يشي بأن الحديث السياسي قد انتهى والآن الحديث للرصاص، وبالتبعية حالة الحوار في مرحلة تالية لن يكون هناك وجود للأحزاب فيها على الأقل في مرحلة استدامة وقف إطلاق النار. هل هذا صحيح؟ أنا معك كلامك ده، لكن هذه المشكلة هي مشكلة سياسية ما في اثنين ثلاثة، لابد أن تحل على الشيء السياسي. الآن الصراع بين الطرفين يتعتبر الشعب السوداني، الصراع بين الطرفين كويس يعني يمكن يؤدي إلى أي حل. المنتصر هو مهزوم. سيدي، حتى يستقيم الأمر أمام السيد المشاهد، أنت هنا تقدم أفق الحل أم تقدم تشريحا لأصل الأزمة؟ ما هي الأزمة؟ أزمة سياسية ما في اثنين ثلاثة. هذه الأزمة السياسية كما ذكرتها لا يمكن تحل عبر الفروقات المنتجية. هذه أزمة سياسية مصطفى. نحن عشان نحل الأزمة السياسية هي بتحتاج لتفاوض. تفاوض بين من؟ تفاوض بين من؟ تفاوض هو يقف بإطلاق النار يوقف ما في اثنين ثلاثة، لأنه التفاوض بكل المؤسسات السياسية والطرفين وكذا، لابد أنه هذه الأزمة السياسية تحل عبر التفاوض بكل الأطراف، أطراف المتحاربين كويس وموجودين في الساحة ومتحاربين، لكن الطرف الأساسي كله شعب السودان يعرف سياسة سياسية. من سيحق له الدخول في هذه المناوشات السياسية بعد انتهاء وقف إطلاق النار؟ ومن له القدرة على جمع هؤلاء؟ وبأي أجندة سيدخل هذه المحادثات السياسية بعد وقف إطلاق النار؟ وهل في هذا الوقت أم في مراحل لاحقة؟ أخي، الناس كلها لا متفقة أنه ما يحصل تراشق بين الطرفين يدفع ثمن الشعب السوداني. الناس كلها متفقة بين الطرف بين الفصيلين والحربين أن هذه أزمة سياسية. لا يمكن التحل إلا عبر الأفق السياسي، لأن الأزمة السياسية لا تحل بالمنطقية ولا في. الآن هم متحاربين. هذه الحرب يدفع ثمن الشعب السوداني. وهذه الحرب هي أساسا لخلاف سياسي وليس خلاف عسكري. فلا بد أن يوقف وقف إطلاق النار، ومن ثم نمشي كلنا إلى طاولة المفاوضات عشان هذه القضية السياسية تحل عبر المفاوضات ليست تصادف جانب آخر.
شاكر لك سيدي اللواء كمال إسماعيل رئيس حزب التحالف الوطني إذ كنت معنا من العاصمة السودانية الخرطوم.